غاب صاحب الصوت الرخيم، من من جيل الستينيات لا يتذكر ذاك الشاب الوسيم الأنيق الذي لفت إليه الأنظار حين أبدع رائعته إنها ملهمتي. شق المرحوم طريقه في عالم الفن نهاية الخمسينيات حين انضم إلى الجوق الوطني بالإذاعة كعازف على آلة الكونترباس، ولم يتجاوز بعد عقده الثاني. لكن نقطة التحول في حياة الفنان كانت احتكاكه برواد الأغنية المغربية أمثال أحمد البيضاوي وإسماعيل أحمد. أزهى فترات أحمد الغرباوي كانت لما عانق القصيد وأبدع رائعته إنها ملهمتي وأماه وبلغوها وأغنية الكوين بالنار ونعبد الزين. استمر المسار الفني للمرحوم أزيد من 50 سنة. تميز بإبداع 400 قطعة. فقدت إذن الساحة الفنية برحيل الغرباوي أحد أهراماتها وقممها الغنائية التي بصمت الإبداع المغربي الأصيل والملتزم.